الأرجان شجرة نادرة تتربع على عرش الثروة الغابوية بالجنوب المغربي وتمتد على مساحة 8000 هكتار، شجرة فريدة صنفتها اليونسكو كإرث إنساني عالمي، يبلغ معدل إنتاجها السنوي قرابة 1000 طن، هبة طبيعية يصفها الكثيرون بذهب المغرب السائل. غالباً ما يقودنا الحديث عن المؤهلات الطبيعية بالمغرب إلى الحديث عن شجرة الأرجان كأنذر الأشجار الموجودة بالعالم، إلا أنها وفي المحافظات الجنوبية للمغرب تجدها ممتدة على آلاف الهكتارات لتعطي زيوثاً نادرة تستعمل لغايات غذائية وأخرى تجميلية. لم تكن تتوقع جليلة أن تنطلق بمنتوج قريتها الصغيرة إلى أسواق خارجية، بروح مقاومة وعزيمة قوية كسرت حاجز انسداد الأفق وصنعت حكاية نجاح في بدايتها رفقة نسوة وجدن في شجر الأرجان ملاذا لهن وخلاصا من الفقر والهشاشة. الارجان كنخدموا عليه بجوج لي تيم، كنخدموا لا تيم ديال التجميل ولا تيم ديال الاكل. بالنسبه للارجان حنا كما تتعرفوا يعني فيه واحد الصعوبه شويه، لان كنجيبوا الماده الاولى من مناطق اخرى كتطلع للسطح تتنشف تدخل عندنا النسا، هذاك التهرس ديالو كيحيدوا له الجلفه وتهرسوه تيوجدوا لنا ديك الزنين. هذيك الزنين خاصها تدور في واحد المراحل اللي هي نقيه، ملي تنعصروه تندوزو لواحد الاله اللي هي خاصه بالتصفيه اللي هي الفلتراج، هذيك تتعطينا الزيت الممتاز، كنصيفطوها للابوراتوار يعني من بعد كيجي عندنا هنايا التلفيف. يبلغ عدد المنخرطات في التعاونيات بالمغرب ما يقارب 150 ألف امرأة، نسبة كبيرة منهن تشتغل في إنتاج زيوت الأرجان ومشتقاته الموجهة بالأساس إلى التصدير للسوق الأوروبية، نشاط يساهم بشكل كبير في خلق دينامية اقتصادية بأبعاد اجتماعية. المساكين ما بحالهمش العيالات، هو كيجيو كيخدموا شوية وكيفيشوا ويهرسوا وكيديو داك شوية مساكين باش كيعيشوا وليداتهم هي كيعاونوا هي. نتوفر على شريك رئيسي بدولة ألمانيا، حيث أن هذه الشركة تشغل أزيد من 100 امرأة هنا بمدينة بوزكر. القيمة المضافة لهن في حياتهن أنهن يتوفرن بذلك على دخل موسمي. يعتبر شجر الأرجان رمزا ثقافيا وهوية طبيعية، مقاوم للجفاف والتصحر، لكنه مهدد بالانقراض في ظل الاستغلال المفرط والتلوث وغيرها من العوامل التي تتهدد بقائه.